الشيخ الخاسي. أرجاك بريد أشوفكم. أرجاك يا شيخ تسامحها. أرجاك يا شيخ وحد الله ما يصير هيك يا شيخ، أنت رجال مريض. خلنا يا برجل، خلنا نذبحهم. هذه الذبحة المرجومة اذبحها. ابعد يا شيخ يا برجل. وحد الله يا رجال، أنت رجال مريض. وش قلت يا ولد؟ أقول لك إنه جاء مرسال من عرب حرمته. وش وده المرسال؟ سلام قال لي إن أخوه أضافي وده يصلح بينهم. وما قال لك متى يعود؟ اللي ما قال. زين، روح أنت لحالك. وأنت وياه ما تطلعون من العرب بلي ذم مني. فاهمين؟ نفهم طال عمرك. يلا توكل على الله شوفوا شغلكم. وأنت يا عيد. إيه. أبيك تدور لي راعي مكانك. ليه يا طويل العمر؟ لأن شهادتك مطلوبة عند الشيخ محارب، وأبغى الراعي يحل محلك. أنا تندمت يا شيخ حمود على جيتي لك، ما كان لازم أخبرك باللي صار. أنا مريد منك تساوي هيك. لا بالله، أنا اللي ساويته بهلال وذهيبة ما يكفي الراحة الضميري، ولا اللي خطيت خطأ كبير بحق ولدي شامان. بإذن الله غير يلتم شملك عليه ويعود لك سالم غانم. شلون يا برجس شلون، وأنا مدري عنه وين وجه، واللي إن كان حي بعده ولا ميت. عين خير يا طويل العمر، إن شاء الله تجتمعوا قريب بإذن الله. يا ليت يا برجس يا ليت، وانا احط جمره على جرحي وجرح نفسي المخطيه، وتعذب العمر كله الحين يسامحني ولدي. لكن العتب عليك، لو انك خبرتني بحينها كان ما صار اللي صار. امر الله وقضى يا طويل العمر، وانا رحلت لاجل ما تخسر واحد من عيالك واهل بيتك. كان اهون علي اخسر ولدي السقيطه لاجل يظل ولدي النشمي. يعدلها الكريم يا طويل العمر، هذا صايل لفه. يا عم سلام. وش وراك يا عايش؟ بادي عود؟ اي عود، وحاله مو حال، ويدور عليك لاجل تروح معه لديرة محارب وتقدم شهادتك انت وسالم وراضي وعيد. يا قو، وده كل هالناس تروح معه؟ اي، وانا وده ياني بعد. انت؟ ليه؟ وكاد وده ياني اروح اشهد بسالفة عيد يوم ضرب صليح راعي حلال برجس. اوف، هذه واصلة للسوالف القديمة بعد. والسوالف الجديدة بعد. سمعت الشيخ بادي يقول للربع انه برجس انكر كل الهرجة اللي سمعوا بادي على لسان سالم وراضي حين عودوا من دير تحمود، وينكر انه ذبح الحلال بالشبرية. لا عاد هيك، وقع المحظور لاجل يبان المستور. ويش القال الحين يا عمي؟ لزوم تعود للشيخ بادي الحين؟ ألين ينتظرك؟ إيه؟ أنت نابلت يا ولد؟ شلون أعود؟ لنا ولا أنت نعود العرب بادي، ولا أنت يصير تروح معه على محارب. ما فهم قصدك يا عمي. أنت من اليوم لزوم تصير تفهم، ولجل تصير تفهم اسمعني وش ودي أقول لك. والحين إذا سمحت لي يا طويل العمر، متى تقدر تروح معاي لديرة الشيخ محارب لأجل الأمر اللي جيت به؟ ترى أنا مالي شاهد غيرك وغير شمان وصايل. يا ولدي أنا أروح معك لو أني عفراش الموت. عساك من طويلين الأعمار يا عم، أنا مريدك غير سالم وغانم وبصحة وعافية. يا برجس أنا أريد أكمل معروفي اللي بديته معك يوم أطلبت علي. بما أنك قصور يا طويل العمر، أنا أقول يا برجس بعد إذن الشيخ حمود اني اروح الحين على شمان واعود به للديره بالحال. وين ودك تلقاها الحين يا ولدي؟ باطل يا طويل العمر، انا ما انقطعت عنه بعد ما طردته انت من الديره. اعذرني من اللي سويته يا طويل العمر، القصد اني ما ازعلك وانت بعدك ما تعرف انه قريب. تقصد انه قريب وتقدر تعود به؟ وباذن الله
يرد على العرب على فرسه وبيده باروتك، وانا ارد باروتي منه. تقصد ان سالفه سالفه يا طويل العمر قلتها لك مغصوب، والعالم الله اني ما قصدت منها الا الخير. العاد بالحال يا صايل، بالحال بالعون اني مشتاق لولدي اكثر من شفه من المرض. اخوي يا صايل من خاك عرديه. عين خير يا طويل العمر. فهمت اللي قلت لك عليه؟ اي بالله فهمت. وتذكر انك راعي حلالي، وان مالك بالدنيا كلها حدا غيري، وان مصيرك بهالشغله هو مصيري، تذكر. اي تذكرت زين. لكن عاد شلون ودك ياني اقنع سالم وراضي انهم يجوا معي لاجل يشوفوك؟ هذه بسيطه، تقلهم ان حياتهم بديره بادي عليها خطر. شلون؟ انت قلهم ان حياتهم بديره بادي عليها خطر، وما حدا يعرف بهذا الخطر غير سلام، وما حدا يفككم منه غير سلام، ولما يجوا هانا نفهمهم. فهمت الحين؟ اي فهمت. ولا تنسى اللي كلفتك بي انت بالذات. عين خير يا عمي. العون معود للديرة إلا بيك يا شمام، بس الله يهديك وتعود بلية أخي. انت يا أخوي ليه ما ودك تعلمني وش اللي صار معك بدير تمحار؟ وانت وش يهمش هالحين؟ انا اختك يا بدر، وريد اشاركك هم. من اللي قالك اني مهموم؟ حرصك ان سلام يعود سريع وهرجك مع الربع علي. دنعه، انا عقلي مو فاضي هرجش هالحين، وخليني بهمي. شفت شلون نطقت وقلت انك مهموم؟ تراني حس بالهم اللي بقلبك يا اخوي. زين وش هو؟ وكاد انك تفكر بن سلام خدعك وهرب من الديره. هذا هو اللي خطر لك؟ اي بالله، لانه يوم ما جيت تروح لديرته محارب تمار، ويوم لفيت ما لقيته ورمحشتن وراه وقال انه راح العرب حرمته، وانا اقول ان بيه سبب. دنعه، وش اللي ودك توصلي له؟ ودك تحطين الشك بقلبي على سلام اللي هو صديقي وسنيدي اليمين؟ الشك بمحله كمان للعقل. بعد انت واهمه باللي يدور براسك، كلها يوم او يومين ويعود سلام للعرب والطيره وهامج كلها. يلا بس الحين قومي روحي ونامي. يلا قومي قومي. يا ليت يا اخوي، اليني ما اتمنى غير الخير لك وللديره كلها. تصبح على خير. معقول سلام قصده ينهزم؟ من انت؟ شمان؟ اي والله شمان. يا هلا يا هلا بصايل. يا هلا بيك، ابشر يا شمان، برجس عود للديره. صحيح يا صايل؟ اي بالله صحيح، وابوك عرف الحقيقه كلها. الحمد لله. اي عاد انت وين ماخذني يا عايش؟ علمنا وش اللي صار. هذا حنا وصلنا. اي وين سلام؟ انت لو ايش خايف؟ ما بي شيء يخوف يا اخوي عايش، وكاد الهرجه اللي سمعته من سلام ان حياتنا بخطر. ايه هالحين تشوفوا سلام وتسمعوا منه. سيدي يا اخوي سيدي.
هلا عمي. هلا عيد. نشوف الحلال زايد يا ولد. اي بالله يا طويل العمر. وش السالفه؟ هذا عايش خلط حلاله مع حلالي. وين راح؟ ما ادري يا طويل العمر. هذا اليوم الثاني اللي يجيب حلال سلام ويخلطه معي. وما تعرف وين يروح؟ يقول ان له حاجه عند عرب قريبه. وش هي؟ يقول انه راح يمهم لاجل يرعى الحلال عندهم لانه مو مرتاح عند سلام. حين يرجع قل له لا يترك الديره مره ثانيه بلا اذن مني. تامر يا عم. من الصبح ما عندي علوم عن سالم وراضي. انت ما تدري عنهم شيء؟ ايه شفتهم خارجين برا الديره لكن ماني متوكد ان كانهم ولا غيرهم لانهم كانوا ملثمين. ان شفتهم خلهم يجون البيت زين؟ امرك يا عم. الصحيح يا الربع ان راحتكم مع الشيخ بادي يم القاضي محارب بيها خوف كبير عليكم. شلون يا سلام؟ انا اقولكم ان رحتم وشهدتم القاضي وكاد راح يطلب منكم تعيدوا الهرجة الشين اللي قلتوه للشيخ بادي عشان بريجس يوم فك المنع عنكم وحملكم كلام زين له تذكروه ولا لا؟ اي بالله نذكره. وهناك ما تدروا ايش يصير لكم وانت تعيدوا قدام القاضي لان القاضي محارب قاضي قرم وفطين ما يمر عليه شيء غير محصه ويكشف القول الكذب من الصدق. شلون؟ لانه محارب حين ينظر بعيون الشاهد ويسمع صوته وهو يحكي يحس بالكذب بالحال. وحينها يضغط عليك بالسعال لاجل تصيبك الخوفه ومن ثم يكشف انك غيرتوا الهرج الزين الهرج شين وبلخص حين يسمع بريجس هذا الكلام. اي بالله تقول الصج. بس انت يومها اللي قلت ان غير الهرج يا طويل العمر. وانا منكر لكن يومها كان القصد اني اخلصكم من الشيخ بادي ولا كان ضعتوا من يومها. والحين وش المطلوب منه؟ انا مطلوب شيء غير ان اخاف عليك وتقعوا بالمحظور. او رايي انكم ما تروحوا مع الشيخ بادي لدير محارب. شلون ودنا نخلص حالنا من الشيخ بادي وهو يطلب منا نروح معه؟ عاد هذه دبارها عندي وبكفالتي. وشلون يا طويل العمر؟ حط الكلام اللي ودك قوله بروسك واحفظوه زين وانتو تسلبوا. يا هلا يا هلا يا هلا بولدي. يا هلا ابشر معاك. السلام عليكم. ابشر. هيا الله بشرك الله. هلا هلا بولدي. شلونك يوا؟ هلا 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 بالنجمي. صح. الله يخليك. الحمد لله على السلامة يا شباب. حي الله. يا هلا يا هلا يا حي الله يا حي الله بيكم. هلا هلا بيكم يا حي الله. هلا بيك يا هلا القوة يا صايد. طلعون انك نشمي يا ولدي. تعال احطك رايه فوق راسي. تفضلوا تفضلوا. الحمد لله على سلامة شمال يا ابو شمال. تسلم يوبا تسلم. سامحني يا ولدي. طلعون ان هذا خطأ كبير ما اقدر انساه. لا يوبا. انت ابوي ولا مسامح كريم. وزلتك مرفية. وانا مسامحك دنيا واخر. اقوم تبيك دوم شيدر رجال وفارس ونشمي. يا صايد. اي. اذبح ذبايحتك في غدنا كل العشيره. بلعون ان هذا يوم مشهود. ما اريد يمر بلي فرح للجميع. تبشر يا شيخ حمود. وبهذا الخطه تضمنوا سلامتكم وباقي عمركم بلي مشاكل. وبالك يا سلام نقدر على هالشغله وننجح باللي طلبته. ما بي قدامكم غير تنجحوا وانا اضمن حياتكم بعد هيك. ولن ما رديتوا علي ترى الخطر داهم عليكم قبل الجميع. انا بالنسبه لي ما علي خوف. اقدر انجي حالي بلي خساره. لكن عاد انتم لا لكم سند ولا فوقكم ولا تحتكم. والله يعينكم على بلوتكم. وش رايك يا راضي؟ الرأي رأيك يا أخوي وأنا معاك ووراك باللي تشوفه. زين يا سلام زين حنا موافقين. عافية عليكم
والحين ترجعوا للعرب ولا تشعروا الشيخ بادي ولا حد من العشيرة بل نوينا عليه. وين نلتقي ومتى يا طويل العمر؟ نلتقي هان وجه الفجر. يلا نسلم عليكم. الله معك وين نشامة؟ وانا خلنا نروح معهم. انت قعد شوي بدي احكي معك. اسمع الحين ترجع للعرب وتبر حلالنا عن حلال الشيخ بادي، وبدون ما يحس عيد تجيب الحلال لهنا، ودك ايانا نرحل من عرب بادي قبل اي حلال. فهمت؟ اي بالله فهمت. يلا امشي. سلم عليك. لا بالله يبا، انت تظل هان بمكانك، والشيخ محارب يكفي شهود انا وصاير. بعدين انت رجل معذور مريض وما تقدر على السفر، والله ما حمل نفس فوق طاقتها. اسمع مني يا ولدي يا شامة، خلنا نروح معكم، اريد اشوف الحق ظاهر وافرح به. بارك الله بيك يا طويل العمر. يبا هالايام لافية والفرح بيها باذن الله، والفرحة الكبيرة يوم يعود برجس لديرته سالم وغانم، حينها نزوره ببيته ونشرب قهوته وناكل من زاده. الله يسمع منك يا شمال. بارك الله بيك يا ولدي يا شمال، بل عون انك سند لي ودوم رافع راسي بين العربان. يطول عمرك يبا، انت ما عليك غير تدعينا بالوفق، وحنا ان شاء الله من صباح باكر رحيل يا مديرته الشيخ محارب. علامك يا اخوي. ما ادري وش اللي صاير بالديره. وش فيه يا اخوي؟ سلام ما ادري وين راح، ولا الحين ما عود، وسالم وراضي للحين ما جاني عنهم خبر. وش الظن يا اخوي؟ ما ادري والله، الفكر صار يودي ويجيب. بيش؟ ما ادري يا اخي، قلت لك ما ادري. روحي بس نامي انت. ومنين يجيني النوم وانت بهالحال يا بادي؟ قلت لك اتركيني بحالي، ماني ناقصك، خليني بهمي.
زين يا أخوي زين، مثل ما ودك. الحق يا طويل العمر الحق. وش عندك يا عيب؟ عايش ما هم بين بالديره كلها، لا هو ولا الحلال. وكاد يا ولد. اي بالله وكاد، دورت عليه بكل مكان ما لقيت له الاثر، والحين ولا جاي من يم بيت سلام. شفت شيء بيشك يا طويل العمر. وشو؟ شفت جماعه يهدموا بالبيت. يهدموا بيت سلام؟ منهم؟ ما ادري طال عمرك، انا شفتهم من بعيد وخفت افيد بيهم، يطلعوا حراميه ومعهم سلاح ودخوني، وجيت أعلمك بالحال. لا عاد فزع رجال العشيرة وخلهم يلحقوني. بالحال يا طويل العمر. يا حي الله برجس، يا هلا والمحيي والمحيي يا هلا. هذا صايد طال عمرك كأنك تعرفه. اي بالله اعرفه. اي يا حي الله يا هلا بيك. حي ودوم الشيخ محال. هلا هلا القوة يا طويل العمر. وهذا شمان ولد حمود. يا حي الله بشمان وبالمهلي، بالمهلي يا طويل العمر. ترى العين ما شافتك لكن صيتك قدامك. وصيتك سابق طال عمرك. تفضل تفضل يا ربع. يا حي الله يا هلا يا هلا يا هلا يزيد يا هلا. القهوه يا ولد. ها يا سالم. وانت يا راضي مو كنت تعلموني ليش هديته؟ بيت سلام؟ ها؟ ها؟ احنا مظلومين يا عمي مظلومين. سلام هو اللي قالنا نسويه. سلام ما يقولكم سووا بلا سبب. ولزوم اعرف السبب ولا ما افككم؟ ولزوم اعرف السبب ولا ما افككم؟ صدق يا عمي ما نعرف ليه. والله ما نعرف ليه. ما تعرف ليه؟ انا صورت عليكم واجد. اي اي عطني المحماسه حرق وجيههم. عطني المحماسه ورك فيهم. لا يا عمنا يلا نقولها صحيح نقول. وش بدك تقول يا مهبول؟ انا ما ابول ولا استغنى عن روحي بعد. واذا ما بدك تحكي انا حكي. صارت هيك انا اقول كل شيء يا عمي. يا هلا يا خيا. يا هلا بيك يا اخوي. قويش يا خيا؟ قوي. كيف حالك؟ الحمد لله. انا جيت وجبت شهودي معي، صايل وشمان، وهذا هم بيت الشيخ محارب. ولا حرمتنا نكرمهم. الشيخ سبقني ذبح لهم وما اقدر اجيبهم من هناك. وشلون حال الشيخ حمود وولده؟ بعدين اسولفك، بس انا جيت اطمنك واعاود. رجالي ينتظروني بالشق. اسلم عليك. بمان الله. علامك يا ولد. وش بلاك؟ تعبت يا عم، تعبت من الركض. حنا لوين رايحين؟ نريد نبعد كثير عن الديرة، ولا ودك جماعة بادي يلحقونا ويمسكونا؟ وليه هالفال يا عم؟ واحنا ما ندري وش صار بسالم وراضي. وكاد صار معهم شيء ما هو زين، وهذا اللي وخرهم عن الوعد والاتفاق اللي بيننا. يعني أمرهم انكشف؟ قم قم قم، لا تضيع الوقت بالهرج، ولا تراني أمشي وأتركك لحالك. لا 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 يا عمي، أقوم أقوم يا عمي. اسمعوني زين، كل واحد منكم يروح بناح، ولا ترجعون إلا وسلام معكم، فاهمين؟ يلا توكلوا على الله. سلام عليك. راد الله غير اجيبك يا سلام. تعطيب الحال وينسدب الدين، له جسم تلمس ولا تشوفه العين. الفرد يسكن ببيت وهو يسكن ببيتين، يلعق من الشهد ويجرع من البين. مربوط بين الخلق
بالخير والشين، وحبله من الصبر ومشدود بين اثنين. سق الله هو جاي اليوم لأسمع الحل منك يا شمع. ترى الهرج صحيح يا الربع وما به شيء، لكن ما به فايدة الحين، ولزوم يسمعه بادي وناخذ منه جواب عليه، وبإذن الله ما يصير غير الخير. علينك ما تمشي غير بطريق الحق طويل العمر. وأنا أقول عن أخوي برجس وتراه يوافقني، إن ثبت له الحق تراه مسامح شيخه وما يريد غير أنه يعود لديرته ويعيش بيها بلي مشاكل. صدقت يا شمان، أنا أشهد. ترى هذا فال خير إن شاء الله يا ولدي. إن شاء الله. يا أخوي يا بادي، ما هي معقولة هذه السكتة اللي صابتك؟ بادي أرجاك يا أخوي، قول أي شيء، أخاف تنذبح من القهر. يا ليتني أنذبح دنا، يا ليتني مت قبل أتلقى هالطعن الضميري. بلا يا شماتة يا أخوي، هذا اللي كنت أحذرك منه. يا ليتني سمعت كلامك دنا، يا ليتني فهمته. ملحوقة يا أخوي، ملحوقة تشفي ضميرك من اللي صار. شلون؟ وشلون يا دنعة وأنا أحس بالنار تاقد بين ضلوعي؟ وشلون وأنا وجهي احترق من الخزي والحماقة وقلة الفهم والحلم؟ يا أخوي يا بادي، سلام ما كان قليل، عقله شيطان ويده ثعبان، واثنينهم تملكك بيهم، وانت لك قلب طيب ونفس ما تعرف الغش. وليه؟ ليه أخلي سلام يتملكني؟ ليه سمعت له وما شكيت بكلامه؟ ليه انخدعت بظاهره وما عرفت اللي بباطنه؟ عاد هذا نصيبك يا أخوي، لكن الله هداك على الحق والحقيقة والعوض بوجهه الكريم. أنا سويت ببرج السوايا ما يسويها شيخ عرب من العرب كلها، وين أروح بوجهي من محارب ومن برجس ومن الناس كلها؟ يا أخوي يا بادي، اللي يعترف بالحق ألينه من أهل الفضيلة. روح للشيخ محارب واعترف بالحق وقدم المعروف، وانت لاقي مثيله من الجميع وبلخص من برجة. لزوم يا خيه، لزوم اسوي اللي قلتيه كله بسرعه، لكن سلام البايق الشاين لزوم اقضبه وادبه وادفعه الثمن غالي واخلي عبره قدام العرب كلهم. مصيره يظهر يا اخوي، لكن الحين لزوم تسرع من باكر لديرته محارب وترد كرامه برجس، وبعدين يفرجها الله مع سلام. يا رب يا رب يا رحمن توب، يا رب أنا عبدك واخطيت، يا رب اغفر لي، يا رب يعيني على هالحمل، يا رب لك التوبة ومنك العفو يا رب. بإذن الله تنعان يا أخوي، والزلة مرفية إن شاء الله. هلا بك يا ولد، قوم اكرم حالك واستعجل. ما عاد بي حيل، حنا ابتعدنا كثير عن الدير وصرنا بمان. وين قال لك ان صرنا بمان يا مهبول؟ وكاد الحين قال بينا الدنيا علينا، واللي وصلنا الهان يخلي ربع عباده يصلونا. قوم قوم. ما عاد بي حيل امشي ولا خطوه واحده. سنحك، لا عاد خلك قاعد هان. لا يا عم، لا لا يا عم، ارجاك يا عم، ارجاك يا عم، لا تتركني، لا تتركني يا عم، لا تتركني. المنطقة اللي دورتوا بيها انت وخويك ما لقيتوا له اثر فيها ابد يا طويل العمر. اي
أجل اسمعني، اذهب يا معرب القاضي محارب وعلمه ان حنا على اتفاقنا، وانا ان شاء الله خلال ايام بكون عنده انا وشهودي. بالحال يا طويل العمر، نسلم عليه. توكل على الله. يا اخوي يا بادي، ما دمت نويت على الخير ودك تعترف بالحق، ليه ما تروح انت وتنهي الشغله مع برجس عند القاضي محار وبعدين تفضل سلام؟ ما اقدر، ما اقدر اروح للقاضي محارب قبل اسوي اللي براسي. علمني وش هو اللي براسك يا اخوي. حين اشوف سلام قدامي تعرفين وش اللي براسي. انا طالع يا خيه، الشيخ محارب ودي ياني. خير؟ يقول ان بادي مرسل مرسال. وش وده المرسال؟ بدري يا خيه، لكن انا خايف ان بادي تراجع عن مقعد الحق. ويلي هذول ربع بادي. والحين وش الرأي يا طويل العمر؟ أنا أقول نصبر كم من يوم وإن ما جانا بادي أشوف وش ودنا نساوي. المرسال اللي ودالك إياه ما قال ليه تونا؟ ما قال شيء، لكن أنا فهمت من هرجه إن بادي يوم عود لديرته من عندنا ما لقى سلام بيها، وإن تدري إن سلام واحد من شهوده ما يقدر يجينا بلياه. أنا خايف إنه يطول كثير. طولة الروح زينة يا برجس، وهذا حنا نتناه. أنا ما نسائل لو أتناه شهر، لكن شمان وصايل مريدهم يتوخروا عن الديرة لجل الشيخ حمود، وانت تعرف ان الرجال مريض. باذن الله ما تطول السالفه، عين خير يا برجس. زين هذا انا صابر، لكن ودس عليك يا طويل العمر، وين شمان وصايد؟ اطلبوا منه الرخصه لاجل يرود الديره ويتنشقوا هواها. اريد اشوف حلالي، تركته مع واحد من رعيانكم. اسمح لي يا طويل العمر اروح اشوفه. الله معك. سلم عليك. السلامه يا برجس. وين يا خيتي؟ ما تونا عليك يا اخوي، املى القربه وعود. بامان الله. يلا يا اخوي صاير، خلنا نبعد عن الغدير. اترى شويه يا رجل، علاش مستعجل؟ بعدني ما غسل يا اخوي صاير. هذا غدير ديرته الشيخ محارب، وما يصير يشوفنا الوردات عليه وينحرجن وحنا اغراب. يلا يلا هذا انا خلصت. لد لد يا شمال، شوف باللفه هل هلو. اي بالله انا هلهو. هذا انا قدامك يا شمال. زين يا اخوي زين. Thank you.
قوتنا شمال. يا هلا يا هلا بالهنوف. السلام عليكم الربع. عليكم السلام يا ضيف الرحمن. يا هلا يا هلا بي. هلا هلا. تفضل تفضل. زيد فضلك، لكن قبل اقعد اريد اعرف مين هو ضافي من هالوجوه الفليحه. هذا انا ضافي اللي قدامك. تعاد الحمد لله اللي لقيتك، صار لمده وانا ادور عليك. خير يا ضيف الرحمن؟ عسى نفوس ما غشاها الزعل بعد اللي صار يا شمال. البذره لن زرعت برد طيبه ما تنبت غير الخير. العذاب اللي تحملته النجم يا محلاه على القلب، لانه من الهنوف اخوه. اللغز بعده بالبال، بعده يحير. يومه قريب ان شاء الله وينحل. والوعد اللي بين وش علوم؟ الوعد عندي مثل البصر للعين ومثل الهوى للنفس. يا سقل وهو متحقق. عيني خير يا الهنوف. هقوتك يصير الصلح بين بادي وبرجس؟ تطمني يا الهنوف، الحق دوم منصور والباطل بإذن الله مدحور. شمان، عرفت اللغز؟ صحيح؟ قولي. ما قوله غير بحينه. وخيتك نوفا بعد ما قالت كل اللي عندها حطت برقب تمانة إن أدور عليك وخبرك بكل اللي صار، ومن يومها وأنا أدور عليك. لا حول ولا قوة إلا بالله، كل هذا يصير من سلام وحنا ما معنا خبر. يا حيف عليك يا سلام، يا حيف عليك، وانا طلابك للحق. وشلون وشلون سلام يفلت منكم؟ انا قلت لكم ابغى سلام والحلال، تجيبون لي الحلال وسلام يفلت منكم؟ يلا بس روحوا عن وجهي، توكل على روحه. وش السالفه يا اخوي؟ جابوا لي الحلال وسلام فلت منهم. وعايش وين؟ عايش مسكين على اخر نفس، وقبل لا يموت قال لهم ان عيد هو اساس المشكله، وانا هالحين لزوم اروح اشوف عيد.